صباح السعادة من مطبخ صاحبة السعادة. هنعمل مع بعض النهاردة مسقعة اقتصادية وصحية، ومش هستخدم فيها غير 3 معالق زيت بس. يعني هنعمل مسقعة من أولها لآخرها ب3 معالق زيت. يلا نشوف المكونات ونشوف هنعمل ايه. معايا البتنجان الكمية اللي انتي هتعمليها، انا معايا 3 وحدات هنا، ومعايا 3 فلفلات رومي، ولتر طماطم عصير طماطم، معلقة كبيرة ثوم مفروم. التوابل اللي هستخدمها 1/2 معلقة بابريكا، 1/4 معلقة فلفل أسمر، 1/4 كمون مطحون، 1/2 معلقة كزبرة ناشفة، 1/2 معلقة سكر، ومعايا 3 معالق زيت اللي أنا هشتغل بيهم المسقعة، ومعلقة خل كبيرة وملح طبعا. أنا هنا المسقعة مش هستخدم غير 3 معالق زيت دول. تمام، هنا هقشر البتنجان وأجهزه. بجهز الخضار بتاعي بقى، هجهز الفلفل وأقطعه. هنا الفلفل هقطعه مكعبات صغيرة كده، بس بنضفه الأول. المسقعة هنا صحية وجميلة وموفرة. ليه؟ لأن أنا لو هعمل مسقعة مش هحتاج أقل من 1.25 لتر زيت عشان أقلي في البتنجان. فإحنا بنعمل حاجة موفرة شوية وطعمها حلو، بتطلع تحفة على فكرة. هنا أنا جهزت الفلفل والبتنجان، هبتدي أقطعه شرايح. بص أنا مقطع السمك قد إيه، ما تخليهاش رفيعة قوي برضو، اهي يعني في السمك ده كده. هنا في تكة حلوة، انا برش عليه ملح واقلبه، وبعدين احطه يصفى ساعة. بس هقلبه كده واحطه في مصفى ينزل المية اللي فيه، بقعده تقريبا ساعة. الحركة دي بتخليه لو انت هتقلي في الزيت ما يشربش زيت. بص المية اللي نزلت منه، منزل المية كتير. لو انت هتقلي في الزيت هو ما بيشربش زيت، وانا لما بشويها برضو بعمل نفس الحركة دي، بتبقى حلوة قوي. هنا انا دهنت الجريل بالزيت، هبتدي استخدم بقى 3 معالق زيت. دهنت الجريل وهرص البتنجان. لو انت مش عندك جريل، اي صينية ما بتلزقش، اي صينية تيفال جرانيت اي حاجة ما بتلزقش، ادهنيها ورص البتنجان بتاعك. هنا انا دهنت البتنجان من فوق من على الوش. هاخد من الزيت، من 3 معالق زيت هاخد منهم تقريبا معلقة عشان ابتدي اجهز الصلصة بتاعتنا. ونزلت بالثوم، وهنزل بالفلفل اللي انا مقطعه مكعبات صغيرة. برضو هقلبه لغاية ما ياخد ايه، تحميرة خفيفة كده، بيبقى طعمه تحفة في الصوص بتاع البتنجان. هنا هقلب، دي لسه حاساها لسه ما استوتش شويه، سبتها زي ما هي اهو. بصي شايفه الشكل تحفه. الفلفل اهو انا بديله تحميره خفيفه قوي. نزلت معلقه الخل، وعصير الطماطم، هنزل بقى بمعلقة سكر والتوابل اللي قلت عليها. معلقة السكر عشان تقلل الحموضة اللي في الطماطم، وبتدي طعم حلو قوي كمان. هسيبها تتسبك شوية، هحط الملح وبعدين هسيبها تتسبك شوية عقبال ما البتنجان يتعمل. بصي هنا تشوفي البتنجان استوى ازاي، حطي الشوكة فيه. لو حسيتي ان هي استوت خلاص طلعيها، لو حسيتي ان هي لا مش بتعدي الشوكة يبقى هي لسه محتاجة تسوية كمان. اي انا سبتها لغاية ما اتأكدت ان هي استوت حلوة قوي وطلعتها. اي دي لسه محتاجة شوية تسوية، سبتها يعني بطلع اللي بحس ان هي استوت، واللون تحفة وطعمها بيبقى روعة بجد، وما بتتعبش بقى المعدة بعد ما بناكلها.
هنا هدهن زيت تاني واكمل بقية البتنجان بتاعي لغاية ما هشويه كله. الحركة دي بتوفر معاكي زيت كتير قوي. اهو استويت، بطلعها كل اللي بتستوي اروح مطلعها. كل ما هتحطي قطعة اهي بصي لسه باقي زيت برضو، مع ان انا قربت اخلص البتنجان كده ومع ذلك لسه باقي زيت. وهتاكلي احلى مسقعة واخف مسقعة. بس وحط في الفلاية إيه لو عايزة سبايسي بقى، بتحبيها سبايسي قوي حطي كذا واحدة. انا حطة واحدة بس عشان هعمل طاجن واحد هو السبايسي. هبتدي انا خلصت كده شوي البتنجان كله، هبتدي ارص الطواجن. انا هعمل واحد سبايسي وواحد عادي. بس شايفين مستوي ازاي؟ بس وابتدي احط الصلصة بتاعتي عليهم. سهلة وبسيطة ومتاخدش وقت خالص على فكرة. بس جهزت الطواجن كده هدخلهم الفرن، هيقعدوا في الفرن تقريبا ربع ساعة تلت ساعة، هتستوي وتاخد لون حلو. حاجة جميلة بجد وتحفة والله. شايفين؟ ريحتها فظيعة وطعمها روعة. وصحية وما خدتيش دهون خالص ولا زيوت ولا أي حاجة. ومستوية، شايفين مستوية ازاي؟ وبألف هنا وشفا.